بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أمام سلمي منا تيوان لتافي من البركة كتاب التوحيد من لوكي بلا كتاب وقوله تعالى ما خلق جن والإنس إلا بدون بعدهم فضل التوحيد سكي الباب نزامك أرسا. ولو ما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه. والترمذي وحسنه عن أنس إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. كن جدي ونن حديثي دقا باكين صحابة رضي الله عنه ونسك لتتنوا على النبي صلى الله عليه وسلم تنبيشي أكن توحيد قاشي شين مالا يمتى بابيشي باب من حقق التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر وما يكفر من الذنوب. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا بابه كلوا أنا هذي نسكت وجهي. شين معلمي سكت شيء دو وتبقى الناد متن زي. إني بدك يشير كبا وما أنا مفهوم الكتاب والسنة يعني مفهوم آيات القرآن مفهوم هذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعنا لا شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. شنجي لو أديتنا بقراب الأرض خطايا قلوبك أسدوني أن لا إله إلا الله ثم لقيه نجر في شيئا لا أديتك بقرابها مغفرة قلوبك أقني. الله أكبر. لاحق يموا أوريك توحيدي كرمت أنا سك أمت أسنى أنا شاء توحيدي في السيكا وانا بقول أيجي كوهي توحيدي قلت سب وانا أبن ذاك وانت هي توحيدي تقولوا بقى أن بوا جبال يا كل التركيز نسود كل أوسو أكن توحيدي ذيك. نهكا كيما كريجي أبو نسي كريجي. ده إذا أمك كلونا كتاب التوحيد دم. أمك كوما كموزونا أي أمك دوب فاتحة. ما لم يزن شيء فاتحة أنك كليتها. ذاك قاعد يقول للتافي لسقوط السماء. كوكو ملك أن عكب أينا النبي صلى الله عليه وسلم يبينا. وكم نصوص القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأن ألا بين عمائدة وأن القرآن مهيمن على الكتب السماوية أبن يوشي قبنشي إيه شي قرآن دا التوراة دا إنجيلة دون كتاب يقول لك سماوات صحف إبراهيم وموسى دو خلاص السو تناشكين فاتحة فاتحة وكما كرشنتك عندما ليس كبينا يتما خلاصة تا فاتحة تناشكين كان ابن القيم يجي إلى معلمي تناشكين إياك نعبد شيخ الإسلام ابن تيمية وإياك نستعين شينا أذكر شيء لسك شيء دو ده أبن سقولة كسامة هنا النفي هنا مجانا أكان أبو أكوني بأبو تواهي الله سبحانه وتعالى بأبو تامهي تهنير النباوة وندي يغسيا با انبا ون يا دال الجنه وندي كوتشي موسو يا دوت ولاد بالله شنو كرشان انا بسقولك سما با ابوتا وهي الله با ابوتا وهي تاهنر المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء عند الله يبينا كمون دمي الله انعم موسو انعم الله عليهم بالعلم والعمل بيون كراتو بني توفيق لي من الله عز وجل كمون دي كاونيا متنيا كما كراتن انا سنشي وقل رب زدني علما با بندا الله يشوى النبي تنبيشي يقارى مي هي إلمي كروكيني إن قال وقل رب زدني علما كيما مو مادكا رب زدني علما ده هكا وان أنعم الله عليهم إن أنعم الله عليهم بالعلم والعمل بهذا العلم ده هكا شيء من النبيين أن بودوج هذا نسو أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نوحا هود صالح دو أن بودوج هذا الله ذكر القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما إلى أصحاب من بعده إلى التابعين إلى الدعاة إلى قيام الساعة أن يعبدوا الله التوحيد 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 مثل التوحيد كذا قبل أن سويها نوح
ألف سنة إلا خمسين عاما باب إن أنو حج كذو أي سلم كو كذو أي ينكا كو كذو أي تارون سونا كو كما كذو أي مولد كو كما أي ونا دو باب كذو أن يعبد الله أول شيء توحيد إنسان كفى توحيدي سنن سجدا سجينا وتعبادا وتعالى شرحه باب إن ديش مس أزو أي حج كو أي كذا دو أكن توحيدي كما قال ألف سنة شكرا دبوفا إلا خمسين عاما الله أكبر دم ونس على التوحيد شين ونا حديث موسى المعلم يسمى حكمة طبعا ونسي يتشيبها يعني أكوي يعني حديثا أكوي ضعف أشي لكن دود هكا معنى شي صحيحني معنى حديثا يعني إنا قسم أصول من القرآن دعوة نوح عليه السلام للأنبياء كان مكا نقباتها وانا يعني مسألة تنها قسم وانا حديثا باشي بني أبو الباب لا أكوي آيات قرآنية أكوي دكا نصوص القرآن أصلا تتكلم عن هذا أن يعبد الله ما لكم من إله غيره وأن يعبد الله ولا تشركوا به شيئا لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود الله أكبر شين أنا ما نشي باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب تقول شم قرن يكفر من الذنوب وأنك حق وأنك توحيد وأنك مذاك شك الجنة بغير حساب وقول الله تعالى ده هكا وانا دوب باب أنك كفى تهي جامع آية على طبيب البخاري كان إمام البخاري نفس ترجمر شما أبكيت يا أنفاند ما يوندسك قبا ترشي وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال تعالى قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة شكرا إبراهيم على مسك شيئا الأماني شين ابن مسعود شيئا كما ذكرت المعلمة ولو كنت وحدك أو نقول كان الأمة نباب موحد هيكي إن كان أمة قانتا لله القنود أكش دوام الطاعة يا متم باير بوتاك الأنبياء كوتشي لا دوام الطاعة دائما أكن بيا الله يكي حنيفا ولم يكن من المشركين حنيف أكتشي يا كوتشي لك شركة زوا توحيدي الحنيف وندي كوتشي لك أبو زوا أبو من الحنفي دا لك تكن تعبين أكون أنا تكن الأحنف وكما لك تكن صحابة الأحنف لي كركتها شيء أكفش أكسما جاء أحنف كما يندي فيها أكركتيني هك توشينا وانا الحنيف يعني يا كركتي لك شركة زوا توحيدي دنجا آية فسرتها حنيفا ولم يكن من المشركين يا كوتش يا مشركي باش كنسو يعني حنفا من الشرك إلى التوحيد تندشي باشي باسو من أو من المشركين في دنبا شرك إبراهيم عليه السلام وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون وأن بنجد سباسا شركة أن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة وأن مالا قصة شيء كاولة تكن تابعين ما لمين يسكت التوراة أكن مسألة ينزيه مجانا عن أنت دا الماجيني دا ما لمين شيء أكن التوراة أكون المسألة يعني كرشين تري أبونا ما لين يسوع يسلمنا مدن كذا فدا تيجي شركة شيء إني أبوي شيء كو أساس شيء كم يشرو يعني أي بيش يونا أبو باب شيء أكن كا كيدك يشرو دن أشي وانا شيني كما قال الله يكتب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم والعياذ بالله توجي صديقه ما ننزيك هذا كم مجي شيء موجي قبنش قال أنقض البارحة يجي فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة يجي وايا أتكنكم يقول ننجيب عند أكيوع شهاب أكجف الجنود شيء ونديك كوكب ذاك يجف الجنود شيء أريد أن قضى البارحة البارحة أن قدر يزوى سافي هي شيء فقلت أنا يتشي نينا غنجي كم هي كل أشياء أتكم أمكان ذاك أتكم متاني دنكر يشركة الأصغر شرك الرياء والسمعة هي ثم قلت تهي أستدرك على نفسه يقول هيجي ثم قلت هي نتي أما إني لم أكن في صلاة أما بفصل أنا كيبا لأن كركو يبين كذي كاي ما لا أنا أنزل أكبر هي أجنش وهم أنا تجينا سلا كاي ما لا أن أجري أنا كرتو أنا جن قرآن هيجي أما إني لم أكن في صلاة يفتح كثير هذا اللي كذي دم ترى يسمى بس أنفانش كوم بالله كوي دن الله يي وأنا مجنون الله أكبر ولكني لذغت يجي كني أبدا ما سنتاجي وأنا أبني مي دفي يتجيني إما متجي إما كناما قال فما صنعت ما لم يتم تومكي وأنا أبني يتجيكا يتجي قلت ارتقيت يتجي ناتي هي يتجي ناكرن ترقياني
كما لم يتشى مي فما حملك على ذلك مي دليل كرنت رقيا كاغونا ان بدا يعني باكا كومي اديني هي كان دليل فما حملك يعني اي دليل حملك على ذلك ولا دليل يتشى كرنت كتوفا kage yanzu mutane kawai yasi yayi mu ma wannan zancin ko sunan aljannu suke tofa shi da ya tofa gaskiya ma aka tambaye shi me ye dalilin ka qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin qultu to buluwa daga gari dan ka san almajiran da sun fa malama ma ne yanzu kina ce qultu yace abin da yasa na karanta da koyar hadithun haddathnahu sha'bi yace hadisi ne al-imam sha'bi yayi karanta mushi ya ba mushi ta hanyar hadisi ta hanyar makaranta ilmi al-hadith قال وما حدثكم يجي مي كرنتكو يجي قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى أكوي حمى ضبط ضبطين أكوي حمى أكوي حمى إما زبي إما سارة قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع كعقد يكا حديثا ما لم يجي مي با يعني بكي يقسي أو شيء ما مال إنصاف yace mai qad ahsana yarbishi yace lalle ka kyauta qad ahsana man intaha ila ma sami walakin haddathana ibn abbas yace amman kai kana cikin talibin ilmin hadisi ko kula da wannan ga hadisin ibn abbas da yafi wannan yana hanyar sanad shi karfi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan ومعه الرجل والرجلان النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد ليش كما ناغا النبي تشن انبا فدو دبارا ك بكاي كاي اكوتنتا كبا دا صحابه اما كدوبا انبا سكا قاري دبار سو اما با وندي زو تاري دشي اما يا ادد ابندا شردي سكا دا الله يا باشي رساله تسكانن الله ني دا انبا وعهد يا باسل رسالة أنسى قبل غات لهم الجنة كم يا بلغ وانا أنا بن دبوا عندي كل ده شيء باو عندي بيشي كم يا الجنة أما يجي أبوس أفوشك الجنة الله أكبر كشيء إذ رفع إلي إذ رفع لي سواد عظيم إذ رفع لي أكد أجمع سواد عظيم وندهو ميوا كوكما ببندهو فظننت أنهم أمتي أنا بنيك شيء أكد أجمع وندهم يجي إنا شو الأمة تج فقيل لي هذا موسى وقومه يجي أو موسى عند متنسى هذا موسى وقومه ولكن ننظر الى الافق اكشي دوبا تاني فنظرت فاذا سواد عظيم يشي نغوندو تاني ميوا فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب اكشي ونن جاءت امك ونن مالمي سكاشي هنا يوا هنا نونا يوان وند سكا موسى ما اكشي الامم موسى اكوي ومن قبل موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هكا الله يشيء سورة العرف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذلك الجنة وأنما سوى النم أتشكنسو 70,000 أتشكنس ذلك الجنة بغير حساب ولا عذاب يشيء بقى موسى حسابي بقى موسى عذاب الجنة ذلك كيسه ثم نهض النبي بيتشكى كيسبع هي تاشيش كيدنشي يا باسو كروما لابارن أنا وسي يشيكا فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء مهمة سيئانا لنكم سيئتها هي حلقة بزوء إن شاء الله ما تكا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.